السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد غادي نشارك معكم أجواء أمطار الخير خاص مدينة أكادير. أجواء ممتعة، أجواء رائعة، أجواء خيالية، أجواء ممطرة تماما. كما كتشوفوا معنا حاليا كتوجدوا في طال برشت، أجواء خيالية، أجواء ممتعة تماما. هذه هي طال برشت كما كتشوفوا، نزول أمطار غزيرة البداية ديال الأسبوع اليوم الاثنين، هذا هو الواقع. 24 مارس 2024، أجواء رائعة، أجواء ممتعة، أجواء خيالية، اللهم بارك. غادي نكتشفوا لكم المزيد ديال الأجواء ديال أمطار غزيرة خاص بمدينة أكادير. اللي عليكم هو تبعوا هذا اللايف، عفوا رمضان هذا ومشكلة ما كاين المونتاج ديريكت، حط لكم هادشي ديريكت. اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 100,000 مشترك. كلشي يدير ابوني وكلشي يشترك، بارطاجيو لينا عادي جدا. الى شفتي هذا الفيديو علاش ما تشترك ودير ابوني؟ في كاين المشكل الى درتي ابوني، هذا هو الواقع. ايوا اجواء ممطرة كما كتشوفوا، الشتا باقي كتنزل، حاليا الشتا كتنزل. وغنكتشفوا لكم مزيد كما كتشوفوا هذه البلاصه، اللهم بارك. اذا داس العاصفه الرعدية خاص في الصباح هنا، زياد 3 سوايع ديال العاصفه الرعدية ودازت بالسلام الحمد لله. اذا كما كتشوفوا الشوارع ما كاينش الغرق لا حتى شي حاجه، داست العاصفه. وانا خرجت لكم دابا باش نصور لكم اجواء ديال الشتاء، هذا هو الواقع. هاز المظله ديالي وغادي على رجيلاتي باش نصور لكم الشتاء، ويا ربي تكون الشتاء مجهده باش نصور لكم الاوديه. نتمنى الحلم يتحقق من جديد، نتمنى الحلم يتحقق من جديد. إذا كان العاصفة رعدية والفيضان غادي نصور لكم الأودية من جديد. إوا طال برشت هي هادي أجمل مكان في أكادير، مكان ممتع، مكان رائع جدا. تماما، تبارك الله. إذا أجواء خيالية، أجواء ممتعة، نتمنى الإعجاب ديالكم. ايوا حاليا اش غادي نقول لكم، الريح باقي كاين وفي نفس الوقت الشتاء مستمره، امطار غزيره باقي مستمره هاد الليله وغدا، يومين ديال الشتاء. شوفوا تبارك الله، شوف اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله. ها الحمامه كتعرفوا بزاف، كتعرفوا هاي 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 هاي، تبارك الله المليحه يا تبارك الله. اكاديري فولكي، أكادير زوين تبارك الله. أنا الحاجة اللي كتعجبني في أكادير هو المناخ ديالو، الجو يا سلام. والتلاميذ يمكنش عنده أربعة ديال الأجواء، واليوم ديال الفجر راه ما كان كاع ما كاينه كاع الشتاء، ولا واحد كان كينتظر الشتاء إلا أنا اللي قلتها لكم في القناة ديالي، قلت لكم راه الشتاء غادي تكون يوم الاثنين، وها هي جات. والله العظيم مع الفجر ما كاينه لا ضباب لا حتى شي حاجه، اجواء عاديه، اجواء هادئه، سبحان الله، كون فيكون. اذا كنعتذر لكم، راكم عارفين صايمين ما كنقدرش نبدع، حيت صعب جدا تبدع خاص في شهر رمضان، حيت راكم عارفين التوقيت دابا 3 وفي الجوع وفي العطش، راكم عارفين.
اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير كما كتشوفوا الاجواء. كنعتذر لكم. رمضان هذا. بلقات هذه فين دوز غير قدامي. دوزي من اللي تعطرتي فينا ورمضان هذا. اذا كما قلنا اشواء ممتعه، اشواء خياليه، اشواء رائعه، خاص في ساحه الامال. هذه هي ساحه الامال، ساحه رائعه جدا اللي عزيزة عند بيزافني. بدا يتمشى بزاف هنا، بيزافني بدا يصور هنا، بدا يتمشى هنا. هو دابا غادي لاكوط، هو بزاف غادي لاكوط. هو دابا اليوم العيد عنده، هو دابا الاحتفال ديالو بالامطار غزيره. بزاف نحتفل، احتفل بالامطار غزيره. تنزل الشتاء يخرج بحال البوبوش حتى هو يخرج. دابا حاليا بزاف يتمتع، يتمتع بهذه الاجواء الرائعه جدا، ويتمتع بنزول امطار غزيره، وفي نفس الوقت الخدمه، في نفس الوقت يخدم لكم فيديو كما بغيتو نتوما. اذا كما كتشوفوا اللهم بارك، اجواء ممتعه. الله يخليكم الاخوان، ساعدونا باش نوصلوا 100K. بغينا نوصلوا 100K. راكم عارفين اليوتيوب كلها مشاكل، كلها مشاكل. قناه جديده قريبا، قريبا غادي نفتحوا لكم قناه جديده ان شاء الله بحول الله. اذا هانتوما كما كتشوفوا اللهم بارك، اجواء خياليه، اجواء ممتعه. اذا نتمنى يكون خير. اذا هذه الامطار غزيره شهر مارس كتحط المفعول تقريبا 50%، ماشي 100%، 50% كتحط المفعول. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، وهذا الشتاء في صالح الارض. اذا خصوصا اركان يستافد منها، شجره اركان تستافد من هذه الامطار غزيره. وكما كتشوفوا اللهم بارك، الرحمه ديال سيدي ربي، الخير والبركه. شوف، هذه الشتاء، هذه عاصفه رعديه اللي دازت. الخير ديال سيدي ربي، شوف الخير ديال سيدي ربي. الحمد لله والشكر لله بهذه النعمه ديال سيدي ربي. شوفوا، شوفوا النعمه ديال الله، سبحان الله. اجواء خياليه، اجواء ممتعه تماما. اذا هذه الامطار غزيره باقي مستمره، غادي نديروا مجهودات ديالنا باش نصور لكم بعض الاوديه خاص في اكادير. شوفوا، شوفوا الطبيعه. تمتعوا ليا مع راسكم الاخوان، تمتعوا ليا مع راسكم. تبرعوا ليا مع راسكم في هذا الفيديو. اللهم بارك، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. اكادير امازيغل، 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 تنميرت، تنميرت امازيغل. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. هذا هو الشارع الكبير أكادير 2024. اللهم بارك، تنمرتي مازيغن، إي مازيغن، غزالة سوس، حسنية أكادير. هاي 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 هاي، ملعب أدرار، إي مازيغن، إي مازيغن، إي مازيغن، تاريخ إي مازيغن. اللهم بارك، دائما واحد الحب، راه دائما حب الامازيغ، حب لهذا.